الرئيس السيسي يلتقي رئيس وزراء اليونان السابق ووزير الطاقة والبيئة اليونانية. رئيس الوزراء يتابع موقف التصالح في مخالفات البناء ببورسعيد. الحكومة تنفي نقل كافة الخدمات الحكومية للعاصمة الإدارية الجديدة. موجز الأخبار من تلفزيون النهار، أهلا بكم. التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم في أثينا مع أليكسيس تسيبروس رئيس وزراء اليونان السابق والرئيس الحالي لحزب سيريزا اليونانية. وقد أكد الرئيس السيسي خلال اللقاء على اعتزاز مصر حكومة وشعبة بعلاقاتها مع اليونان، معبرا سيادته عن تقديره لمستوى تطور علاقات التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات خلال فترة تولي السيد تسيبروس منصب رئيس وزراء اليونان، متطلعا سيادته إلى مواصلة التشاور بين البلدين لتنسيق المواقف إزاء مجمل التطورات الإقليمية. قام الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بزيارة لمقر البرلمان اليوناني، وذلك في إطار اليوم الثالث من زيارتها الرسمية إلى أثينا. وكان في استقباله رئيس البرلمان، وعبر الرئيس عن تقديره لزيارة البرلمان اليوناني، على أن تمثل هذه الزيارة المزيد من تعميق لعلاقات الصداقة التي تربط بين مصر واليونان على مختلف الأصعدة. التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم في أثينا مع وزير الطاقة والبيئة اليونانية. وأكد الرئيس السيسي على الأهمية التي توليها مصر لتعزيز علاقات التعاون مع اليونان في مجالات الطاقة التقليدية والجديدة والمتجددة. وأبرز اللقاء والإرادة المشتركة بين البلدين لتفعيل جهودهما للتعاون في مجال الطاقة إلى نتائج واقعية من أجل صالح البلدين. تفقد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بالمحافظة لمتابعة سير العمل بالمركز واستعراض الخدمات المقدمة ودورة العمل المميكنة التي تبدأ بتقديم الطلبات وانتهاء بالحصول على الموافقات. جاء ذلك خلال زيارته لمحافظة بورسعيد اليوم. وخلال تفقده استمع رئيس الوزراء إلى شرح حول المبادرات التي يتبناها المركز التكنولوجي، والتي من بينها مبادرة خدمات حكومية على مدار الساعة، ومبادرة إحنا معاك لرصد الاستغاثات عبر السوشيال ميديا والتعامل معها بشكل فوري. استمع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إلى شرح حول موقف التصالح في مخالفات البناء بالمحافظة ومنظومة العمل الجديدة لإصدار تراخيص البناء ومتابعة تنفيذها. جاء ذلك خلال تواجده في مبنى ديوان عام محافظة بورسعيد. وأشاد رئيس الوزراء بالمنظومة المبتكرة من المحافظة لمراجعة إصدار تراخيص البناء ومتابعة تنفيذ التراخيص، مطالبا بدراسة تطبيقها في جميع المحافظات. نفى مجلس الوزراء ما أثير من شائعات حول نقل كافة الخدمات الحكومية للعاصمة الإدارية الجديدة. وقد أكد مجلس الوزراء أن كافة خدمات المواطنين ستظل متواجدة في أماكنها دون نقل أو تعطيل لأي منها، مشيرة إلى أنه ستكون هناك نقلة نوعية في الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين باستخدام أحدث الأساليب التكنولوجية لتسهيل وميكنة الأعمال والخدمات. انتهى موجزنا الإخباري لهذه الساعة، دمتم بخير وإلى اللقاء.